نجم النادي الاهلي الجديد، جاي من اجواء جماهيريه كبيره في الوداد النهارده، بتعيش الاجواء دي مع جمهور الاهلي. مبروك انتقالك للاهلي، جمهور الاهلي مستني منك الكتير. كلمني بقى عن الاحتفال ببطوله، يعني شهدت الاحتفال بيها، لكن اكيد عندك الامل في مزيد من البطولات مع النادي الاهلي. اولا الحمد لله على الفوز تاع اليوم، انا جيت سعيد بالمساهمه ديالي مع الفريق اسيستين في المقابله دي. ان شاء الله ان شاء الله مازال تابعنا اشتغل كثير عشان ان شاء الله نفرح الجماهير الكبيره، الجماهير اللي كتبغي النادي كثير. ان شاء الله كنتمنى من الله اننا نفوز بالمقابله الجايه تاع السوبر باش نفرحهم اكثر ان شاء الله. يلا مبسوط بوجودك في النادي الاهلي، وعندك الحلم لبطولات، عندك السوبر الافريقي، كاس عالم الانديه، الانتر كونتيننتال، بطولات كتير نفسك اكيد تحققها مع النادي الاهلي. عندي سؤال، نفسك تحقق بطولات مع الاهلي، عندك السوبر الافريقي، كونتيننتال، كاس عالم الانديه، بطولات كتيره منتظرك مع الاهلي. بطبيعه الحال انا جاي النادي الاهلي عشان نفوز ببطولات ان شاء الله. كنت من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا ان شاء الله باش نحققوا ماكسيموم تاع البطولات السنه هذه، ونفرحوا بهم الجماهير ونفرحوا تحنا ان شاء الله. يا رب. اندمجت مع الجمهور ولعبت الاهلي ولا لسه شويه؟ لا الحمد لله، كنبغي نشكر جماهير ولاعبي ديال النادي الاهلي اللي ساعدوني كثير باش ننسجم مع الفريق ونقدم اداء جميل. ان شاء الله مازال الخير الامام ان شاء الله، ونفرحوا الجماهير ديال النادي الاهلي ان شاء الله. يحيى، ومنتظرين منك الكثير ان شاء الله، ونورت مصر ان شاء الله. يا رب نسالوا الله توفيق ان شاء الله يا رب. شكرا يحيى.